حتى كمان يعني يكون يعني بري حالي بنصيحه لكم. نعم. العنايه في الساحل السوري باذن الله عمان زياده. يعني ما انا تعبان المزارع. يا ابني ما انا تعب اطولني بالك. تعبانين يا ابني. اسعار الفواكه الثانيه البرتقال زي الحمضيات بشكل عام اسواقها صفر، يعني المزارع عم يتكبد كثير خسائر وما عم يلاقي نتيجه نهائيا. سعر اللي انباعت فيه الحمضيات خسران المزارع وبالساعه ما انخفض وسط المبيعات على 350 بيانات كلها عن السيد رئيس الوزراء عرفت شيء. لا تحكي كلام برا البيانات. حتى كمان يعني يكون يعني بري حالي بنصيحه لكم. نعم. العنايه في الساحل السوري باذن الله عمان زياده. يعني ما انا تعبان المزارع. يا ابني ما انا تعب اطولني بالك. تعبانين يا ابني. والله ما ناوي يفهم لا مازوت ولا مي ولا كهرباء ولا شيء ولا خبز. كمان ما هيك تكون يعني بتوفر كل شيء. بس عم بسالك سؤال يعني اليوم الجهد اللي انت لازم تكون فيه للاسف حتى انتم مقصرين فيه، يعني حتى الجهد الشخصي والعنايه الشخصيه للمزارع، يعني على الاقل اذا ما بقدر بفلح الفجره بقدر بنظف تحت المنا، بقدر بسوي التقليل، بقدر يا ابني اسعار اذا انت لمين بدك يشتغل اسعار انت هذا شغل الك، الفلاح ما هو بده يجيب ناس يشتغل له، هو بده يجيب هو بده يشتغل هو بايده هو بقدم الشجر بنطلع تحت الشغل نحن بدنا ناكل نحن ما بدنا نجيب.